مباراه بكره بصرف النظر عنها مباراه جماهيريه ومباراه صعبه طبعا، انت بتواجه يمكن واحده من اجمد الفرق في الدوري المصري، لكن ليها اهداف كتيره جدا تتخطى بكتير جدا المنافسه على البطوله المحليه وتتخطى بكتير كمان الثلاثه بونت. يعني طبعا الاهلي يبحث عن الصداره، والاهلي بيبحث انه يوسع الفرق بينه وبين اقرب منافسيه بيراميدز والزمالك على التوالي، وبيبحث عن تقديم عرض مقنع لجماهيره، لكن الاهم كمان انه تبقى جاهز جدا لانه ما فيش وقت. انت هتركب الطياره بعد ما المباراه تخلص على طول عشان تسافر جنوب افريقيا لمواجهه هتكون في منتهى الصعوبه وهي مواجهه سان داونز. مستنيين كتير في مباراه بكره، خلينا نتكلم اكتر ونعرف تفاصيل ونعرف وجهه نظر ضيفنا النهارده ونجمنا في السادسه كابتن ضياء عبد الصمد. مساء الخير يا كابتن ضياء. مساء الفل يا ابو احمد، نور الدنيا. نورك يا احمد، ربنا يخليك. قبل ما اروح بس البيراميدز، عدي سريعا على ماتش المريخ، والحمد لله طبعا قدرنا نعدي من مباراه صعبه ومن فخ وكمين كان منصوب لينا وعشنا، انا شخصيا عشت دقائق مش لطيفه خالص بعد ما المريخ سجل الهدف الثاني، لكن قدرت الرجاله ترجع وقدر السوليه الحقيقه بمجهود فردي يحسم المباراه لصالحنا. لكن بالتاكيد لفت نظرك حاجات في المباراه دي علينا ان احنا نتفاداها في المواجهتين اللي جايين، سواء بيراميدز بكره او السبت ان شاء الله في مواجهه سان داونز. بص يا احمد، مش في كل مره بتسلم الجار. جبنا هدفين، وهدف نقول هدف ثقه في الاولاني، اداك ثقه اول ثلاث دقائق جايب جول وبدات تشتغل وربنا كرمك بالجول الثاني. احنا كله بقى قال النهارده حفله بقى، سبعه ثمانيه بقى يا معلم وخلصت وخلاص على كده. ايوه صح، كل الناس قالت كده صح. ده الطبيعي. ده الطبيعي، وده للاسف انا في كل لقاءاتي بقول اللاعب المصري، انا كنت لعيب مصري ومرنت لعيبه مصريه، دي افه ولازم تتعالج. بتحس اللعيب يحس ان الماتش انتهى او المباراه خلصت بدري؟ هي كده هي كده هي كده باي حال وفي اي حال من الاحوال. لازم نحط حاجه في دماغنا، النادي الاهلي مختلف زي ما قلت قبل كده، ويمكن اللقاء اللي كنت معاك فيه قبل احمد قلت لك النادي الاهلي بيلعب بطوله واثنين وثلاثه واربعه. مش عايز اعلق على شماعه الاجهاد النادي الاهلي فيه. انا معاك مليار في الميه، انا ما بقى لا فيه. انا هكلمك فيه إجهاد. هكلمك على نوع مختلف من الاجهاد كمان، يعني اجهاد ذهني بالظبط كده. والله ده في كوره امبارح قفشه تقريبا ولا مين يا ربي، ده لو دماغه بيفكر صح ده هيسند، مش هيعمل حاجه، مجرد انها تتسند جول. أيوة. الاجهاد الذهني. انا عايزك تشرح للناس، يعني الناس دايما بتبقى فاكره انه الاجهاد بس انه عضلي. الجسم والعضلات تبقى منهكه وعليها حمل زياده فمش قادر يبذل مجهود، لكن في اوقات كتير جدا بيبقى الاجهاد الذهني، وخصوصا في الفرق اللي بتلعب بطولات كتير، وخصوصا في الفرق المطالبه بانها زي الاهلي يعني انها تحقق كل لقب، بيحصل حاله اجهاد ذهني عند اللعيبه. تشرح للناس يعني ايه اجهاد ذهني، وده بيأثر ازاي على مستوى اللاعب، وبيأثر ازاي على سرعه وطريقه اتخاذ القرار، وازاي نطلع منها او ازاي نشتغل على الحته دي؟ بص يا ابو حميد، زي ما قلت لك النادي الاهلي مختلف شويه. النادي الاهلي بطولاته الكتيره بتخلي اللاعب يقعد يفكر مره واثنين وخمسه وعشره. اللعيبه الكويسه اللي موجوده في النادي الاهلي كل واحد عايز يحفظ مكانه، كل واحد عايز يلعب، كل واحد عايز يبقى نمره واحد. مظبوط. نمره اثنين عايز العب منتخب، نمرة ثلاثة عايز احترف بره. الكلام ده كله ما بيجيش يعني هباء، او بيجي كده لمجرد ان انا بقول لا خلاص انا هلعب الماتش الجاي كويس، فممكن لما يبقى فلان موجود هيتفرج عليا. فانا الكلام ده كله بياخد منك وقت كتير جدا. بالاضافه انك انت مطالب بالفوز، يعني اي فرقه ثانيه غير النادي الاهلي مش مطالب، حتى لو انت تعادلت او انت مثلا اديت، وقلنا زي ما كان بيتقال ان احنا يا جماعه ادينا بشرف وان احنا ادينا اداء مشرف وان احنا الاداء ده كله ما ينفعش مع النادي الاهلي ولا جمهور النادي الاهلي ولا مجلس اداره النادي الاهلي ولا حد خالص. انا بيهمني الثلاثه بونت في المقام الاول، دي نمره واحد. نمره اثنين عشان ابقى ذهني دوت، هرجع للجزئيه دي مهمه جدا. انا عشان ابقى ذهني انا صافي ورايق وشغال كويس جدا لازم يبقى عندي ثقه في نفسي. لازم يبقى عندي هدوء مع نفسي، لازم انفذ التعليمات المطلوبه الموكله ليا وانا راجل موجود في الملعب بحذافيرها. والكلام ده انا هكرر واقوله برضه احمد، ولو رجعت انا جبت لك لقاءات كتير ليا انا قلت على كام لعيب قبل كده والناس كلها، ويمكن مش انتقدتني قالت لي لا انت بتتكلم بعاطفه شويه. هتكلم على تريزيجيه كان في اولها ما كان موجود في النادي الاهلي، وقلت الراجل ده رئه غير عاديه ومش متشافه بس بينفذ تعليمات 10 على 10 وكان ليه دور جامد جدا. عندك النني في منتخب مصر لما كان موجود الناس كلها مش شايفه النني بيعمل ايه، بس النني واثق من نفسه وبيقول انا موجود، والنني بيقول انا هبقى موجود، وعلشان كده النني بقى كويس وشغال في حته
اللي بيها مريح دماغه. هو ده الاجهاد الذهن، مش بيجهد ذهنه في اني العب او ما العبش، او انا هكون موجود او مش هكون موجود. طيب دي مشكله. يعني يعني هتاخدني لحته تانية، هفضل في نفس الموضوع. معلش انا بتكلم في ده اطار، لا ده حته أيوه الناس كلها واخده بالها منها. ده انت كمان لفت نظري النقطه، ممكن شويه تبقى مسببه. يعني دايما بيتقال انه لما بيبقى في لعيب واثنين وثلاثه في نفس المركز ده بيبقى بيخلي فيه منافسه اكتر ويخلي اللعيبه كلها مستواها يعلى. لكن شرط. ما ده اللي انا هقوله لك بقى. هل شايف ان سكواد الاهلي السنه دي وان كل لعيب لاقي جنبه اثنين وثلاثه لعيبه على اعلى مستوى ده مسبب لهم ضغط او مسبب لهم توتر او مسبب لهم قلق عامل نتيجه يعني عكسيه؟ السكواد بتاع النادي الاهلي 30 لعيب صح كده؟ مظبوط. فاكر لما جيت قلت لك برضه في اللقاء معاك قلت لك يا احمد ان ال 30 لعيب انا ما اعتمدش على 13 14 لعيب؟ صعب قوي. في زمان لو رجعنا عملنا يعني فكرنا ورا شويه كان النادي الاهلي بيعتمد على 13 و14 لعيب. سيبك بقى ان هم مفيش اصابات، مفيش ايقافات، مفيش لا قدر الله حاجه بتبعد اللعيب بشكل معين، فتلاقي التركيز على 14 15 16 لعيب بالكتير. تمام. طب وال 14 التانيين دول؟ في لعيب بقى لما ما يلعبش دايركت، بقول لك ماتشات رسميه مش ماتشات وديه، حتى لو بتلعب مع بايرن ميونخ في ماتشات ما هي فرقه رسميه ماتش ودي انت عايز رسمي ملوش لازمه، انا عايز تتابونت. عايز تتابونت، الدفعه حاجه غير عاديه. دي قلتها واجب ووظيفه وامانه في مدير الكوره، المدير الفني، المدرب العام، المدرب المساعد، لجنه الكوره. انا جاي انا مقتنع بيك يا احمد، انت لعيب جامد جدا، ضياء بيلعب، احمد ما بيلعبش، تعالى ده مش دورك. وجيت حكيت لك انا قصه في لعيب في النادي الاهلي لما انا لعبت أيوه وقتها وقلت لك قلت له قال له ده انت احسن لعيب بس ده مش مكانك مع كابتن جوه الله يرحمه. أيوه ده بالدنيا. وجيت قلت لك انا كنت محطوط انا اساسي، وجيت قبل ماتش الاهلي قبل ماتش الزمالك لقيت نفسي ورا، فلقيت كابتن جوري بيقول لي يا ضياء انت هتلعب هتبتدي ما تفكرش، ده اجهاد ذهني. شافني انا مش انا، انا لاعب كل الماتشات، ده اجهاد ذهني. انا مش شايف حاجه قدامي، شايف ان انا مش هلعب، وده اجهاد ذهني لازم او على طول دايركت. اللي يلمح الكلام دوت مدير فني، مدير كوره، مدرب عام، مدرب مساعد، حد من الجهاز، تعالى انت بدا مش دورك، انت النهارده عملت وعملت وعملت، استنى دورك بس لما تيجي بقى وربنا يكرمك وتركب الشعراية ما تنزلش. هي دي الشعراية، هي دي معقده جدا في فرقه زي الاهلي. انت بتتكلم على 30 نجم، انت مش فريق عندك 10 12 لعيب كويسين والباقي يعني طب هقول لك سكند كلاس، انت عندك 30 لعيب متنقين على الفرازه وكل واحد فيهم نجم يشيل فرقه، وكانوا شايلين حتى اللي ما كانوش في الاهلي من الاول خالص كانوا شايلين فرقهم. يعني كريم فؤاد كان مكسر الدنيا في امبي، حسام حسن كان مكسر الدنيا في سموحه، حسام حسن مكسوني كان مكسر الدنيا في سيمبا. يعني انت هترجعني لحسام حسن. انا بعذر حسام وهو ما بعذروش، بمعنى يعني انا دلوقتي انا كسبان ثلاثة او كسبان أربعة، ما اجيش اخر دقيقتين اقول انا ما نديتك اديتني ايه؟ انا هلحق اعمل ايه؟ انا كسبان ثلاثة. ده اللي لحسام يعني، ده لحسام حسن طبعا. انا اخد على حسام ان هو خرج زعلان وخرج انه متضايق، ممكن اقول ان انا يعني انزل الدقيقتين ديت ما مش هعمل حاجه، خلينا نتكلم واقعيه. لو الحظ او الظروف خدمته خلي واحده ولا بتاع، لكن هيعمل ايه؟ هات لي اي حد بينزل ومهاجم، ومعلش تقيل حسام حسن لعيب تقيل، في سموحه مكسر الدنيا، وكان في الداخليه مكسر الدنيا، وكان هنا مكسر الدنيا، وهداف انت جايبه هداف. ايوه لازم اراعي نفسيه حسام، اديله نص ساعه زي ما قلت قبل كده، اديله ثلث ساعه، اديله 25 دقيقه، بس لازم الولد يحس ان هو ليه دور. انا دي بقى اللي بقى مش الذهني، ده انت ذهني ونفسي وفني وكل حاجه وخارج من اصابه. طب انا جيت يعني ممكن حسام يفكر في حته، نتكلم بكل صراحه يا احمد، يا ريتني ما جيت النادي الاهلي، او يا ريتني ما رحت كنت في سموحه بلعب وهداف والدنيا كلها بتتكلم عليا. دلوقتي حسام بياخد قد ايه في الاهلي؟ ما بياخدش كتير. هي دي لازم بقى، دي اللي لازم تتقنن، ولازم اللاعب اللي يجي النادي الاهلي احمد معلش يتحط في دماغه ان هو جاي النادي الاهلي. جاي بثلاث بطولات اربع بطولات زي ما قلنا. بس فلازم أنا دي ليها دور وبتكلم فيها. انا عشرتها والله ممكن العظيم. ممكن اختلف معاك شويه؟ ازاي؟ يعني انا بشوف انه احنا متفقين انه من ناحيه الامكانيات والقدرات مفيش حد هيجي النادي الاهلي ولا هيلبس تيشيرت النادي الاهلي الا ما يكون يستحق ده. طبعا. تمام؟ طبعا. لكن ازاي لما تجي لك الفرصه تبقى جاهز ليها؟ يعني فكره انه ممكن في الاول الفرصه عشان تيجي تبقى صعبه، وممكن على فكره تاخد الفرصه وما تقدرش تثبت نفسك في ماتش واثنين وثلاثه، ده مش معناه انك انت تبقى داون. لا طبعا. يعني كان صلاح بطلها من زمان. طبعا. يعني كان لعيب زي محمد صلاح. صلاح وراح فين وجه منين؟ لا بتكلم حته ثانيه. ده دور مين؟ انا ادي لك امتى يا احمد؟ معلش، ما انا لازم كمدير فني. هي كسبت مدير فني مش مدرب. يعني ايه مدير فني؟ يعني ليه كل الامور بتاعته. خلي بالك
مش معنى بقول لك كده ان انا ما بديش حسام او في لعيب بيلعب جاي كويس جدا وجاي النادي الاهلي ما بيلعبش او ما انا بديله في ماتش مموته. طب اقول لك حاجه صغيره، لعيب من اللعيبه مش هسكت طبعا على المدير الفني ولا اللعيب دوت، في وقت من الاوقات كان في كلاش بينهم وبين بعضهم، جه المدير الفني ده سنه كام؟ مش هقول. طب موسم كام؟ لا مش هقول لك برضه. جه في ماتش من الماتشات دي احنا خسرانين، يعني واضح يعني الراجل ده قال لك احنا خسرانين، المدير الفني خلاص مش اشكال، واللعيب ده مضايقه قام مديله، ركز معايا، لا كان بياخد نشاط قدام ولا بيجهزه ولا 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا ساعه، بحيث ان هو يقول لك ايه، اه انت ما عملتليش حاجه، انا موتتك، انا خلاص قتلتك، خلاص خلصت. أيوة. عملت لي ايه؟ اديتني ايه؟ ما اديتنيش حاجه. فاختيار اللاعب في المباراه والتوقيت، التوقيت والمباراه والظروف بتاعت المباراه يا احمد دي عليها عامل كبير. انا ممكن اهدك وممكن ابنيك، يعني ممكن انا اختار لك الوقت المناسب اللي تكسب فيه وممكن احرقك، ده بمزاجي. وعلى فكره هبقى شرعي وقانوني وحنيف وكل حاجه. مفيش مدير فني هيبقى فيه عنده ورقه كسبانه في احمد، فيه بتحصل فيه. طبعا واللي يقول لك غير كده بقول لك، انا بقول لك علاقته مش كويسه، هو مش ماشي كويس، هو شايف ان هو في برج اعلى شويه، بتحصل كتير. طب تعالى يا حبيبي اتفضل انا هخلص عليك، ياخد قرار انه يخلص عليك. والله العظيم اللعيب ده بيقول انا هبتدي، تخيل بقى يعني ايه، مستحيل انه يبتدي، مستحيل انه يبتدي، خد وابتدى وكان وحش جدا. تقدر تتكلم مع المدير الفني؟ طب هتقول له ايه؟ ده بقى يرجعني نفس النقطة اللي أنا بقول لك عليها، مهم جدا جدا إنه معاك، إنه أنا مش مختلف في فكرة إنه المدير الفني ومدير الكورة والمدرب يتكلموا ويشتغلوا، عشان دايما لما يبقى شاحن بطاريات لعيبته يجي يحتاجهم يلاقوهم، لكن كمان اللعيب عليه دور إنه ما يخليش الحاجات دي، ما يخليش الحاجات دي توقفه على إنه لأنه هيجي له فرصة. يعني أنا مش متوقع إنه ولا اسم من 30 لعيب اللي موجودين في قائمة الأهلي مش هيكون ليهم دور في مشوار الأهلي في البطولات السنة دي. الولد الصغير اللي جاب جون في ماتش زياد طارق، زياد يعني ده معلش ما نازل ربنا كرمه، ده بيقول أنا موجود يا جماعة، لما تحتاجوني هتلاقوني. طيب أنا برد عليك على أنا فكرة بأدلة. أنا برضو بقول إنه لعيبتنا في مصر مش بس لعيبة الأهلي محتاجه شويه تشتغل انها تطور من المايند سيت، طريقه تفكيرها، طريقه نظرتها للامور، طريقه تعاملها مع ما فيش مشوار نجاح سهل، يعني مفيش حد بينجح بسهوله. هيطور ازاي يا احمد؟ هيطور ازاي وهو اصلا اللي معاه ما بيفكروش في التطوير، واللي معاه لما بتيجي تقول انا هطور، انا هقعد مع دكتور يكلمني ويقول لي ويديني سبورت لحته معينه، يسند في حته معينه، يا عم ده الراجل ده بيتكلم في ايه يا عم، ايه طب نفس رياضي وايه، ان انا بقول محتاج ان انا مستحيل. طيب عايز ادخل في ماتش بكره الاول، بدايه شايف بيراميدز ازاي السنه دي، شايف ايه الاختلاف بين اداء الفريق وبين مستواه في بطوله الدوري السنه دي؟ طبعا هو المنافس الاقرب للنادي الاهلي على اللقب لغايه دلوقتي، الزمالك موجود في الصوره مش بعيد قوي، بس يعني نوعا ما مستوياته، عدم الاستقرار، تغيير الجهاز الفني، تراجع النتائج مخلينه بعيد شويه، لكن انا بيتهيألي الزمالك موجود في الصوره. موجود. فازاي شايف المنافسه السنه دي في البطوله؟ بيراميدز ماتش بكره دوت هيفرق معاه كتير جدا، يعني نفسيا معنويا، هو بيفكر في المباراه ديت بشكل يمكن ايهاب جلال لما بيتكلم على المباراه، على المباراه دي في حد ذاتها ما بيحاولش يرهب الموجودين كلهم في شخص النادي الاهلي ان المباراه ديت صعبه البطوله خسرت لا 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 اطلاقا، قال لك ماتش عادي احنا بننافس، شكلها كويس لكن لسه بدري، دي بتدي ثقه للعيب. معناها ايه؟ انزل ادي اللي عليك، اشتغل اللي انا بقوله لك عليه، نفذه. ودي كويسه جدا في ايهاب، انا حضرت ايهاب كتير جدا لما كان بيتمرن معانا في احد الملاعب، برضو كنا احنا ورا بعض، هو بيتمرن قبلي انا بتمرن بعده. ايهاب مقتنع بحته التحفيز شويه، الجماعيه، يمكن برضو واحد من الناس اللي عنده فكر شويه ان انا بحب ابتدي من تحت بشكل معين، وبأصر على دوت في التمرين وبأصر على دوت في المباراة. من رأيك أو من وجهة نظرك هيلعب لعبه قدام الأهلي ولا ممكن نشوف بيراميدز بكرة بشكل مختلف؟ ممكن يبقى مختلف، يعني ممكن يبقى مختلف. ممكن يلعب بكرة إيهاب يقول لك أنا يعني حتى لو طلعت درون وخطفت واحدة، لعنده الناس اللي تخطف، لأنه عنده خطافين كتير، عنده خطافين كتير جدا إيهاب. وبعدين فرقة بيراميدز يا احمد مش عايز اقول انها فرقه، انا زي ما قلت لك قبل كده حد يقول انها وليده الدوري بقى لها سنه ولا اثنين، يا جماعه بلاش الكلمه دي ارجوكم من فضلكم، بلاش الكلمه دي،
فرقه بيراميدز دي بقى لها اقل لعيب في فرقه بيراميدز لاعب دوري ممتاز 10 او 12 سنه. ايوه. الا ما رحم رب لعيب او اتنين كانوا في ناشئين وطلعوا بس كانوا سوبر. تمام. السوبر واغلبهم دوليين. طب طبعًا. ازاي بيفكر مستر موسيماني؟ ده السؤال الصعب الحقيقه. انا حاولت الاقي سيناريو معين. هقول لك. بس قبل ما اسمع رايك هنروح لفاصل ونرجع نسمع رايك. تمام. ازاي هيتعامل مستر موسيماني مع مباراه بكره؟ وانتوا كجمهور طالبين ايه من مستر موسيماني قبل ما يعني نروح لسان داونز في مواجهة بيراميدز؟ خلينا نروح لفصل ونرجع لكابتن ضياء عبد الصمد. الأحلام احلم زي ما أنت عايز، يعني بالذات بكرة، يعني الماتش ده أنت احنا مستنيينه من أول السيزون، من قبل السيزون ما يبدأ. بتستنى ماتشات كده معينة زي ماتش الأهلي والزمالك، الأهلي والإسماعيلي، الأهلي وبيراميدز، غير بقية الماتشات شوية. يعني طبعًا نفسك في كل ماتشات الأهلي يكسب، لكن الماتشات دي بتبقى عايز إيه؟ يعني عايز الفرقه تدلعك كده وانت قاعد بتتفرج، تحس انك انت ايه 90 دقيقه جرعه من المتعه ومن الاثاره ومن المهاره ومن وفي النهايه طبعا النتيجه تكون لصالحك. ده ماتش بيراميدز بكره، ده اللي الجمهور عايزه. لكن الظروف اللي احنا بنمر بيها ممكن تخلي مستر موسيماني يحسب الحسابات ويعيد التفكير ويفكر مره واثنين وثلاثه في هو عايز ايه من ماتش بكره. هو مش بيبص للامور من وجهه نظر الجمهور، هو بيبص للامور من وجهه نظر مدير فني مطلوب منه في يحقق اهداف ليها اولويه، والاهداف دي في المرحله الحاليه اعتقد مستر موسيماني اللي لخصها لك 3 بونت، انا عايز اطلع بكره بالماتش ده ب3 بونت. متفق كابتن ضيا مع ده ولا شايف انه لا؟ متفق جدا. السيناريو ممكن من وجهه نظر موسيماني تحديدا. لا انا متفق جدا جدا جدا، بس هي المشكله في طريقه اللعب، يعني ممكن موسيماني يفاجئ الناس كلها بكره يلعب ب3. اه يبدا ب3. اه 3 4 3 ممكن جدا يكون ده تفكيره، يقول لك انا عايز اضغط وامنى نص الملعب، يحط مثلا هو معلش يعني خليني الخص، لو الاهلي عنده مشكله، لو الاهلي عنده مشكله، عنده مشكله فين يا كابتن ضيا؟ في خط الدفاع، في طبعاً القلب، في السرد باكين، في السرد باكين. بص يا احمد انا بقول لك مشكله كبيره الخط ده، رغم انك عندك 6 7 اسماء محترمه فيه، لكن مفيش 2 مكملين مع بعض، وانا عارف ان الحته دي حتتك. حتتي؟ اه يعني لازم لازم بص يعني لازم يا احمد اتنين يقعدوا بقى، لازم ملهاش حل. كل شويه اغير ده مع ده وده مع ده وده مع ده وده، مش هلاقي دلوقتي بدر بنون. بس خد بالك انت اجباري، انت أنا متولي بعيد، بدر بنون بعيد، ايمن اشرف وياسر ابراهيم. انا ما قلتش لا، انا قلت لا، بس احاول اثبت بقى ان شاء الله اطلع ناشئ. انا مفيش مشكله، احنا لما لعبنا يا احمد بقول لك لعبنا احنا صغيرين. الاهلي فيه بس قد الثقه، ادي اسبورت ليك جدا جدا انك انت تاخد وما يهمكش، ما فيش مشكله بالنسبه لك. بس تختار صح. نمره واحد، انا ممكن اوظف ديفندر والعبه جنب حد من الاثنين اللي فايقين، مش شرط الاعب سرد باكين. هما سرد باكين صدقني، ياما كتير جدا 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 كان هادي خشبه في وقت من الاوقات لعب سرد باك. مظبوط. ياما ابراهيم سعيد لعب سرد باك. ياما حسام غالي لعب سرد باك. ايه المشكله؟ انت عندك لعيبه الكواليتي بتاعتها عاليه جدا، فما فيش مشكله بالنسبه لي. اللي فاهم غير اللي حافظ. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا قلقان من القلب. الاهلي عنده مشكله بين الطرفين والسرد باكين، سواء اليمين او الشمال. في كل الناس دلوقتي، كل الناس لو جبت اي حد من بره يقول لك انا خايف من ظهر معلول ومحمد هاني، خايف من ظهرهم. تمام. عشان كده ممكن موسيماني يفكر في حاجه كويس قوي، يقول لك انا بلعب بثلاثه، يلعب بثلاثه سرد باكات، ويخلي عادي جدا جدا معلول، ويخلي محمد هاني طايرين مع الثلاثة اللي موجودين في نص الملعب. ممكن واحد فيهم يتأخر. انا ممكن اقول لك بنلعب 4-2-3-1 وتخلي معلول وهاني. انا بعشق الطريقة دي على فكرة، خلي بالك الطريقة دي انا بعشقها، ودي كانت طريقتي انا في انا بعشقها. انا بثبت الاثنين الديفندرات وواجبات. يعني مش شرط يبقوا كده يا احمد، لا ممكن يبقوا كده، ممكن يبقوا كده، ممكن الاثنين يبقوا راجعين ورا جدا في ظهر السد حسب الفرقة اللي بتلاعبني. بس انا بعشق بصراحة 4-2-3-1، انا بحبها ومقتنع بيها جدا، بس ليها اولويات. الطرفين اللي في الاربعه اللي هم في الثلاثه اللي في الثلاثه دول لازم يبقى لهم ادوار دفاعيه بحته، سواء عبد القادر او مين او اللي هيلعب بقى بيرسي اللي هيلعب يعني او بيرسي ده لازم يعني انزل يعني. انزل امر مرور الكرام واقول انا متواجد وانا بنزل زياده عدد، بس ما بقطعش ومليش التزام دفاعي. بس معلش ومبمسكش مين بيرسي تاو عبد القادر ما عندهم، يعني اللي شايفه منهم لغايه دلوقتي ما عندهمش الحته دي، ما بيرجع ما بيرجعوش. حتى لو رجعوا يعني حتى لو رجعوا مش فعالين، ما عندهمش مش فعالين مش بتاع يعني زياده ما لهاش دور.
زي زمان جات لك فتره من الفترات يعني الشحات ممكن يعمل ده. الشحات عنده القدره انه قبل كده هو لما نضج وطلع كان شغال الحته ديت. طاهر بيعمل ده. ما أنا ده تمام انا معاك في الحته ديت. انا معاك. انا المشكله عندي في ايه؟ انا المشكله عندي في الالتزام. النادي الاهلي لازم يلتزم. الثلاثه دول اللي بتتكلم عليهم دول الثلاثه اللي بتتكلم عليهم دول سواء 10 والطرفين بقى اذا كان بقى بيرستاو او طاهر او عبد القادر دول لازم يلتزموا. ليه؟ لان انا الطريقه دي ما تنفعش غير بالتزام الثلاثه دول. ما تنفعش غير التزام الاثنين اللي على الطرف. ايا كان مين الاثنين على الطرف دول بقى ايا كان مين هم انا مش اشكال عندي بالنسبه لي، لكن انا لازم الاثنين دول على الطرف. انت مثلا عندك يعني في الحته دي مثلا عندك في منتخب مصر محمد صلاح ما بيرجعش برضه ما عندوش دي يعني. لا بس في حاجه يعني لا انا ببص وبعدين انت لو رجعته هتخسره قدام هتفقد قيمته في الملعب. طب هقول لك حاجه صلاح في بداياته وانت بتقول ده انا يعني لانه عبد القادر كلامك صح مليار في الميه بس يعني حاجة. انا استغنى عنه دفاعيا واستخدمه في ملكه في ملكه كده للعيب بيظهر من خلالها. صلاح في بداياته كان ما ينفعش يشتغل مع الفرقه غير من تحت من تحت نص الملعب يبدا وهات كل جوال صلاح مع المقاولين الفتره اللي كان بيقول انا لسه محمد صلاح قبل ما يحترف بره شغال من تحت. كان صلاح ياخد كورته ويستلمها من على الاطراف من فوق ما بتلاقيهوش. لازم ينزل ويشق زي احمد تمساح كان في الداخليه. تمساح تديله فوق ما فيش هو ونصيبه، لكن تمساح عشان تبدا تلاقيه لازم يشتغل من تحت. انا مش بتكلم على حته ان هو ينزل وزي ما بيحصل مع مصطفى محمد في منتخب مصر. مصطفى محمد قاتل نفسه ورا ويطلع قدام فوق مش مركز دماغه مش 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 مركزه في حته ان انا اقدر عايز اعمل ايه فدي بتضيع مجهوده في ال 18. لا واضح كمان الادوار اللي رسمها له كيروش يعني الى حد ما محجمه فنفس القصه. انا بقول لك الالتزام. انا محتاج منك ايه؟ الاربعه 2 3 1 ديت مهمه جدا جدا جدا. مين الاثنين دول؟ عندي فتحي سوليه ديانج دي بتاعه برضه مثلا موسيماني، لكن انا بقول لك عشان العب الثلاثه دول انا شايف ان الثلاثه دول السوليه وحمدي وديانج لازم يبقوا موجودين بكره ولا لازم على طول. لا دول الثلاثه دول ما يطلعوش من الملعب. السوليه بامانه يمكن الوحيد اللي بقى اشفق عليه. خلي بالك هو ده اللي بقى عنده فعلا ارهاق ذهني وارهاق عضلي. المسافه يا احمد برضه وديانج وحمدي لا ليه يعني؟ لا حمدي اللي يمكن يعني هقول ما اتحرق مش اتحرق بمعنى اتحرق لا يعني ما استهلكش جامد زي السوليه. السوليه بقى له كام سنه؟ طب ما ده ادعى انك تريح السوليه شويه. هو يعني بقى الماتش اللي فات الثلاثه اللي انت قلتهم دول الثلاثه اللي ما لهمش بديل. انا ممكن اريحه في افريقيا. تريح حمدي في افريقيا او السوليه في افريقيا. لكن في ماتش بكره انا محتاج السوليه. تمام. بنسى احتاج السوليه بخبراته بتوجيهاته. الوحيد اللي بتشتم فيه رائحه كابتن فرقه وهو موجود. التوجيه، الكلام، الالتزام، قفله الوش اوقات في قفله الوش على بعض اللعيبه بتبقى موجوده وضروريه جدا في الملعب. ودي احنا بنفتقدها كتير جدا في كل الانديه المصريه. مش اي حد يبقى كابتن فرقه ومش اي حد يبقى مسؤول عن فرقه ومش اي حد بيقود فرقه من جوه الملعب. الكلام ده كله احمد الناس كلها ما بتاخدش بالها منه، لكن السوليه قادر كل المقدره على انه يقوم بالدور ده كويس جدا. حمدي فتحي ليه واجبات، ديانج ليه واجبات، والسوليه ليه واجبات. السوليه من الماتش اللي فات اللي احنا قلنا مش كل مره بتحصل متجره، مين اللي جاب الجول؟ السوليه جوه السته. اتلعبت خبطت الجول. مش حتته خالص لسه كنت بقول واخد ان انا خلاص يعني طالع خلص ثقه طالع خلاص. وبيدي الايحاء ده للعيبه وبيعكس الكلام دوت على بقيه اللعيبه في الملعب فتلاقي اللعيبه عايزه تأدي وعايزه تشتغل كويس في الموضوع دوت. فانا شايف ان السوليه وحمدي وديانج لازم يبقوا موجودين. ممكن السوليه ياخد الدور الهجومي شويه لانه بالخبرات في المباراه ديت محتاجه. لعيبه بيراميدز نتكلم بقى بلغه الكوره كده. مين منور في بيراميدز من وجهه نظرك السيزون ده؟ انا شايف ابراهيم عادل. ابراهيم عادل متحمس انت قوي؟ متحمس ليه؟ انا بقول لك الولد دوت لو قدر لي مع مدير فني زي ايهاب وحتى لو اتغير ومش او راح ووظفه كويس واداله لا ابراهيم عادل انا 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 مش بد مش بدي راي لحد كده مصدر الخطوره الرئيسي في انا شايف ابراهيم عادل وفي طبعا عبد الله من كرات الثابته بتاعته مشكله في اسمه ايه اللي جاي من مصري اسلام عيسى شايف برضه هو ممكن يبقى ليه دور جامد جدا. دي عناصر وليد الكارتي
ولا ايه؟ الكارت الفيرود بتاعهم الاساسي وادي 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 مش سهل. يعني انت ممكن يبقى لك ان هو يعني ما بيتحركش يعني بشكل اللي هو بينزل يهرب ويخش وسهل انك تمسكه، لا وادي ممكن يحضن. طيب بتحضينه فرقه عندها مصادر خطوره متنوعه عندها طبعاً. سرعات، عندها لعيبه، عندها مهارات، عندها لعيبه بتلعب كويس قوي كرات ثابته، عندها لعيبه بتلعب كويس قوي كرات هوا. النصائح اللي توجهها لخط ظهر النادي الاهلي بكره، مدافعي النادي الاهلي، نمره واحد الالتزام بالمان مشكله. وبقولها يا احمد حاطه مشكله، انا بيبقى قدامي بس بعيد عني، مش ماسكه، مش مالكه، عارف ده مش ملكتي، بيبقى قدامي لا ده الراجل بيروح وبينزل 3 4 خطوات ولا 3 4 متر يستلم ويلف ويجي لك وتقول ما هو قدامي. ما ينفعش الجول دخل فينا امبارح، عدم التزام، الراجل جاي من قطع من النص ورايح واحنا بنتفرج عليه، ما ينفعش. التلت الاخراني ده قرآن بقى وسنة وإنجيل وتوراة وكل حاجة، تمام، وصلت الرسالة وصلت. ما بص يشم نفسي وانا في ظهره، يشم نفسي يبقى الفرويد مفيش ولا دعم خالص. لكن ما دون ذلك يا احمد احنا هنعاني. طيب هقول لك العالي منين كمان، وهقول لك منين كمان، ما بين الباك رايت والسيرد باك وبين الباك ليفت والسيرد باك، وافتكر دي يا احمد كويس جدا، او من القلب السيرد باكين. انا مشكلتي في دي، يا اما حد من الثلاثه بتوع نص الملعب، السوليه او حمدي او ديانج، وطبعا ده صعب، هو حمدي اللي بيعملها كويس جدا جدا جدا، يبقى قدام السيرد باكين. طيب وقت ايه؟ ما تضغطش الفرقه وقت ما بندافع او طيب منك. لو انت صاحب قرار، انا اخر ماتش المريخ اللي لعبه رامي، بالمناسبه انا كل المتاعب الدفاعيه دي ما بحس بيها في ماتشات الدوري، يعني ماتشات الدوري الاهلي بيبقى في حته تانية، ومش قادر افهم ليه التباين ده حصل ليه. لكن ماتشات افريقيا هي اللي بيبقى فيها المعاناه. اقول لك ليه؟ الهلال معاناه. اقول لك ليه؟ السان داونز معاناه. اللاعب المصري في الدوري المحلي بتاعنا ما بيبقاش مصدق نفسه ان هو جوه 18 النادي الاهلي، او ممكن يعمل باص 1 2 او 1 3 او يستلم ويعدي ما بيصدقش نفسه. لكن في المباريات الافريقيه او في كاس العالم للانديه لا، كانت الموضوع مختلف. ايوه مختلف تماما، وده اللي الفرق انت تحسه فيه كويس قوي. طيب. لكن انا بقول لك الالتزام. طيب. هتلاقي الموضوع جو بكره ان شاء الله كويس جدا. اخر ماتش لعبه رامي وعبد المنعم، تمام، النهارده دخل في القايمه، يعني النهارده التمرينه اتاكدنا انه ياسر وايمن الاثنين جاهزين. انت لو مكان مستر موسيماني تلعب على قديمه، تلعب بالاثنين اللي لعبوا اخر مباراه واللي الى حد ما ابتدوا يشتغلوا مع بعض شويه، فممكن يبقى الانسجام والتفاهم. لا، العب بعبد المنعم وياسر. تلعب بعبد المنعم وياسر، ياسر راجع من اصابه، تحطه في ماتش زي بيراميدز. العب بعبد المنعم وياسر. يبقى انت بتعمل انت بتحرقه زي ما كنت بتقول لي من شويه. بمعنى خد يلا. على بالنسبه لمين؟ ماتش لرامي؟ لا 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 اطلاقا. ياسر رجع ازاي؟ ما تحسبهاش كده يعني. طب لا 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 لا، ده اللي كنت بتكلم عليه بحرقه دوت، ده كان بعيد. ايوه. وياخد مفيش، ما بياخدش، واحد ما بياخدش ووجع دماغي، وهو لاعب مش وحش، لاعب كويس. فانا عايز احرقك، رايح دماغي منك بقى وخلاص. ما انا عندي 14 لعيب عاملين لي صداع، بحط سبعه مثلا او ثمانيه مع او تسعه مع ال 11 وال 10 التانيين صداع. انت ما بتشوفش الكلام ده يا احمد؟ ده بيبقى مشكله كبيره جدا. أيوة. ان انا اخلي ال 30 يحبوا بعض، دي مشكله، ودي اللي تبقى بره قبل جوه. لا انا بتكلم على ياسر في حاجه ثانيه خالص. ياسر كان فايق، ياسر جايب جولين في 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 بطوله كاس العالم للانديه، ياسر ماشي كويس، ياسر بس بترجعه لماتش صعب. على مين؟ على بيراميدز. على مين اللي بيلعب؟ ياسر قده 1000 مره، ما هو ده اللي بحسبها برضه. وبعدين لا، دي بقى تحتمل حاجه واحده، راجع قوي وما فيش مشكله بالنسبه له خالص تماما، يعني طبيا ياسر يفتح يروح يعمل تاكلينج، يفتح سبرنت، يطلع يعمل كوب، المكان ده كله اوكي. لا انا بقولها لك، ياسر جامد، عبد المنعم يقفله كويس قوي. ليه؟ ايمن اشرف انا بخاف منه حاجه صغيره، اشرف عنفاني جدا، التاكلينج بتاعته بتبقى مش ليها ميقات او ليها توقيت كويسه، يعني توقيتها مش كويس جدا مع الفيرويد ممكن، وحصل كتير جدا في بعض المباريات دي، ممكن اشرف يظبطها، ولو ظبطها تبقى تمام اوكي. رامي ربيعه يعني مش عايز اقول اجتهادتي مجروحه فيه، انا بحب رامي ربيعه، وحبيت رامي اكتر لما كان بيلعب ديفندر قبل يلعب سيرد باك في منتخب مصر، تحس ان هو يطمنك. لكن رامي بدات الفتره الاخرانيه بحس انه بقى يلعب بدماغه قوي 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 في توقيتات مش محتاج العب بدماغي فيها يا رامي.
لا محتاجات فيها ان انا اكون مركز كويس قوي وملتزم كويس جدا جدا جدا. المباراه بتاعت قبل النهائي في كاس الانديه كانت في مشكله قلت لك وحكيت لك عليها، كنت انا مع حضرتك فيها في الحلقه ديت وقلت لك رامي كان عامل مشكله. نفس القصه بكره انا لو المسؤول ياسر وعبد المنعم هلعب ياسر وعبد المنعم. عايز تقول نصيحه لعبد المنعم؟ عبد المنعم انت لسه صغير يا عبد المنعم، خد عبره من الناس اللي كانت قبلك حتى لو مش مركزك، انت لسه صغير وعندك قدره انك تبقى نمره واحد في مصر وفي النادي الاهلي. ما تفكرش في اللي فات، انت لسه ما عملتش حاجه خالص، انت في النادي الاهلي لسه ما عملتش حاجه خالص، انت كل اللي تفكر فيه ان انا عايز ابقى موجود واحقق لنفسي من خلال الناس اللي موجوده. ايوه ان انا ابقى موجود وما يخشش فيا جول يا عبد المنعم. السرد باك انا بعتبرها كده، السرد باكين وحارس المرمى او اقول خط الظهر، والله العظيم ثلاثه كنا بناخدها على كهربتنا شرف. شرف ده كانت فرقه جدا جدا معانا في لعبنا. بس الراجل عمل خد برونزيه كاس عالم ياخد كده فوق دماغي. انا مش عايز الدماغ مش عايز لا انا مش عايز الميداليه تتقل شويه. لا انت لسه بدري قوي، لسه بدري لسه بدري. يعني لو قسنا محمد عبد المنعم سوري مع اي سرد باك من اللي موجودين على 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 مدار 10 سنين لسه بدري بالنسبه لعبد المنعم. طيب احنا اتفقنا انك انت شايف انه اللي مطلوب من مستر موسيماني 3 بونت بكره. طبعا ما تحاسبوش على الاداء. لا 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 بصراحه بقى مش هقول لك شماعه، انا انا ضد الشماعات، لكن العب امبارح مريح وريح النهارده، ما فيش تمرين خالص. ايوه كلها كرات ثابته. هو تفتكر الريكفري يتعمل امبارح ولا حاجه؟ انا لو مستر موسيماني امبارح ولا حاجه خالص، ولا حاجه خالص، حاجه انزلهم ميه واكلهم اكله كويسه كده صحيه وسلام عليكم السلام، واجي النهارده كرات ثابته شغلي ما فيش وانا على الواقف عشان ماتش بكره. انت مسافر يعني، انت بكره هتسافر. ايوه فلا هي دي المشكله، هي دي اللي عندي المشكله. بس في كل الماتشات الاهلي بيبدا ضاغط وبيهاجم، وانت قلت لي انه بكره كابتن ايهاب جلال ممكن يبقى متخفض شويه في مواجهه النادي الاهلي، وعامل الحته دي كلها. تتوقع ان الاهلي كمان هيبدا كالعاده مهاجم وهيضغط، هيحاول مستر موسيماني يضغط ايهاب جلال؟ مش قوي. لا 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 ولا هيبقى في تحفظ شويه، هيبقى في تحفظ لغايه ما يشوف ايهاب ما محتاج ايه ويبدا يشتغل على الشغل بتاع ايهاب. كفه مين اتقل من وجهه نظرك؟ الاهلي مع الـ مع الـ مع الـ انا 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 مش علشان انا راجل لعيبه النادي الاهلي واهلاوي وبفكر في النادي الاهلي، لا انا ببص لان الاهلي تقيل، اسم تقيل، تيشيرت النادي الاهلي تقيل، المسؤوليه تقيله. اذا كان الاهلي بيعمل حساب لبيراميدز 1% 10% 20% 50%، فبيراميدز بيعمل حساب للنادي الاهلي 1000000%. وحط في دماغك يا احمد ان اي حد بيكسب بيراميدز بيكسب النادي الاهلي بالنسبه له بطوله. طبعا مع احترامي لكل الانديه، الكلام ده انا عارفه كويس جدا جدا. انا هلاعب الاهلي بكره قبل كل فرق الدوري، قبل مباراه الاهلي باسبوع، اللي بقى بيعمل واللي بيروح واللي بيجي واللي في مواجهات ثنائيه بكره، في ماتشات هتبقى بين لعيبه رمضان صبحي متاكد رمضان هيبقى معاه محمد هاني لو لعب هيبقى ماتش، هتبقى حته تقيله جدا. ايوه ممكن حمدي فتحي وافتكر دي ممكن يبقى مع عبد الله السعيد هو او السوليه او اللي هيروح له مش هيبقى ملتزم بيه، لكن اللي هيروح واحد من الاثنين دول يعني، وانا على ما اعتقد هو ممكن يبقى يا السوليه يا حمدي فتحي ممكن دول اللي تبقى الامور الثنائيات بتاعتهم تبقى ممكن واضحه جدا بكره. اتكلمنا على ابراهيم عادل، ممكن مع حد من السدباكين، ممكن عبد المنعم لو هو بقى اوكي والتزم بيها دي، ممكن يبقى ابراهيم ملتزم جدا بعبد المنعم وهتبقى واضحه من خلال المباراه على ما اعتقد يعني. فدي الثنائيات اللي ممكن تبقى واضحه جدا بالنسبه لنا يعني. الجبهه الشمال في الاهلي رايك فيها ايه؟ عبد القادر معلول، وفي مواجهه اعتقد يعني هيبقى ممكن عمر جابر هو الاقرب، لان اعتقد احمد توفيق مش موجود مش موجود في ماتش بكره. على ما اعتقد عمر جابر معلول ما فيش اتنين يختلفوا عليه ان هو الاوفر بتاعه حاجه دواء. تمام المشكله اللي هقول بكره برضو يا احمد بقولها، المشكله بعد علي معلول ما بيعمل الكروس بتاعه المشكله في اللي في ظهره. المشكله لو علي معلول متاكد تمام التاكد تمام وثقه تماما ان حد في ظهره، وزي ما قلنا قبل كده سواء السوليه او يانج او حمدي
هيتعب قوي، عمر جابر هيتعب جدا 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 في الحته دي بكره. علي معلول دماغ مع خبره مع ظبطت اوفر كويس جدا. لا خطر خطر. انا لو واحد من الناس وهيلعب علي معلول عليه بكره، ده انا بص نمره واحد هطلبها منه. يعني ممكن ايهاب يطلب من عمر جابر نمره واحد ما يرفعش اوفر. ما يرفعش. خلي بالك انا ممكن دي بالنسبه لي انا هتبقى صعبه جدا. هاني مش زي علي. يعني هاني لازم يخش جوه وياخد ويقطم ويعدي وممكن بيشوت. لا علي معلول يعدي وبيعمل الكروس بتاعه، يعدي وبيعمل الكروس، دي واضحه جدا. اذا كانت الفرقه من وجهه نظر فرقه بيراميدز من وجهه نظرك هجوميا مميزه، شايفها دفاعيا ازاي؟ وايه هي يعني لو انت بتقري فرقتك وبتقري خط هجومك وخط النص بتاعك، الثغرات اللي ممكن تخترق منها دفاعات بيراميدز؟ وطبعا اكرامي، يعني بما انه اكرامي هو الاقرب من شارع متاكد انه هيلعب بكره. يعني اسمه ايه يا ربي السد باك؟ علي جبر. علي جبر عنده مشكله برضو، التوقيت بتاعه في الاوفر بيخش عندهم علي جبر واسامه جلال واحمد سامي، هم الثلاثه دول اللي يعني اعتقد ان اسامه جلال هو اللي ممكن على ما اعتقد ممكن يعني أي. بس انا بقول علي جبر بكره مش باخده ان هو يكون نقطه ضعف في الحته الدفاعيه. لا علي جبر جايب جول في 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 البطوله الافريقيه دلوقتي تقريبا في الكونفدراليه، وراكب علي جبر دشن في لعبه. لو التزمت شويه، لو التزمت انا كراجل فيرويد مع علي جبر ما اخلهوش بقدر الامكان يحاول يوصل للكوره قبلي، انت هتاخد يا اما ضربه جزاء يا اما هتاخد فاول في حته مؤثره جدا، وسهل جدا 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 انك انت تاخد الافضليه على علي جبر وعلى اسامه. طيب اللعيبه الجديده على ماتش بيراميدز، يعني بيرسي تاو ما واجهش بيراميدز، احمد عبد القادر ما واجهش بيراميدز، بكلم بتيشرت النادي الاهلي، يعني هي الاقرب بكره ولا تفكر في لعيبه واجهت بيراميدز وعندها خبره؟ لانه دايما يعني كنا بنسمع ده على لقاء القمه دايما الاهلي والزمالك خبره لقاءات القمه، هل تعتبر ده ينطبق على ماتش بيراميدز ولا ده بره الحسابات اطلاقا؟ لا لا إطلاق. انا شايف ان بيرسي تاو ممكن جدا من الماتشات او التوقيتات الكبيره اللي شفناها مع بيرسي تاو، لا ياخد عبد القادر ياخد، ما فيش مشكله بالنسبه له. ومعلش برضه هو لقاء قمه في الترتيب في الجدول في السكاد، يعني اوكي ما فيهاش نقاش تماما. لكن قدام شويه يعني كمان سنه كمان سنتين هيبقى لقاء قمه، لو فضل بيراميدز زي ما هو في المربع ما بينزلش اول ثاني ثالث رابع اول ثالث خلاص يبقى كده اوكي. انت قلت حته كويسه جدا الفتره اللي فاتت، لا كان زمان الناس كلها بتقول لقاء القمه اهلي وزمالك. ايوه ولما الاهلي كان بيروح الاسماعيلي ده يبقى عيد، ولما كان بيروح المصري عيد، وزمان كان المحله عيد، وزمان لما كان بيروح برضو ال 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 الاسماعيلي ولا المصري، لا كانت لا يعني كانت قمه. لكن القمه انا شايفها اهلي وزمالك. بيراميدز دلوقتي دي حاططها في دماغه احنا وصلنا، والامور ماشيه كويس برضو مع كابتن ايهاب، يعني الامور ماشيه كويس جدا مع كابتن ايهاب، بيكسب مفيش مشكله بالنسبه له تماما، مش صعب. ايوه وخصوصا الاهلي بيدخل فيه جوال في حتت مش عجباني بصراحه. صحيح وده واحد من اهداف بكره، يعني هو الماتش زي ما قال كابتن سيد انا متفق معاه في الحته دي، انا بتكلم على وجهه نظر جهاز فني، مجرد 3 نقاط والمنافسه على الدوري لسه بدري كتير قوي. جدا لا جدا لسه بدري لسه بدري يعني بدري ما هياش مباراه حاسمه. يهمنا ان احنا نعطل بيراميدز، ويهمنا ان احنا نستعيد الصداره، خصوصا ان احنا كمان هيبقى لنا ماتش متاجل، لكن بالتالي كمان الاهم من ده كله انك تطمن على مستوى الفريق قبل ما تروح سان داونز، لانه الاهم بالنسبه لنا الحقيقه طبعا الدوري مهم جدا، لكن الاهم بالنسبه لكل الجماهير اعتقد ما حدش يختلف معايا في ده بطوله افريقيا. فيهمنا نطمن بكره، مش عايزين مطبات تصعب علينا مواجهه سان داونز، عايزين نطمن على اداء الفريق. محتاجه حكمه برضو يا احمد، معلش مين محتاجه حكمه؟ انا برضو سان داونز لما اروح العب سان داونز وانا بفكر في افريقيا، لا ما موتش برضو اللعيبه كلها اذا كان في امكانيه بالنسبه للتدوير بتاعت اللعيبه، ما فيش مشكله. نورتنا وشرفتنا كابتن ضياء، بنسعد بوجودك دايما، وبشكر حضراتكم على المتابعه وعلى كل خير. نتقابل وان شاء الله باذن الله نهنيكم ب3 نقاط وبعرض قوي يقدمه الاهلي قدام بيراميدز بكره ان شاء الله على شاشه الاهلي دايما. تحياتي لحضراتكم.